السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. احنا النهارده موجودين عند الملواني الشارع السياحي كرداسه، احلى عبايه واشيك عبايه موجوده معانا النهارده. طبعا زي ما احنا شايفين عندنا ما شاء الله تشكيل كبير جدا موجود، وعندنا كميات لتجار الجمله زي ما احنا شايفين عندنا هنا وعندنا ورق، وطبعا عندنا شغل كمان في المصنع عندنا. فاحنا مميزين جدا بخاماتنا وبتطريزنا وبالفينش، وكل قطعه بننزلها بالموديل بتاعها كمان. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصلوا كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. ويلا نقول بسم الله ونبدا بالموديلات اللي معانا النهارده. عندنا موديلات يعني حلويات، طبعا عندنا شحن القاهره الكبرى والمحافظات، والارقام موجوده قدامنا او في التعليقات كمان. هنبدا باول موديل معانا، هنبدا بايه؟ منا. موديل منا. طيب احنا طبعا متفقين ان احنا خاماتنا كلها قطن بيور، ولا بيوبر ولا بيكش معاكي ولا بيبهت، خامه محترمه جدا. في كل موديل عندنا حوالي 8 الوان، لكن احنا عندنا 12 لون، فيهم اربع الوان بيتحركوا ما بين الموديلات وبعضها. طبعا كل قطعه بتجيلك مكتوب عليها الملواني هنا، والكم بتاعنا هنا كم فانوس نازل على كالوش، تطريز وش وظهر نص الكم. القطعة وشها تطريز بلون واحد او لونين، فهنشوف دلوقتي على حسب الالوان اللي هتتعرض على حسب لون القطعة لون التطريز بيتغير. طيب معانا ده اول موديل، معانا اول لون نبيتي. معانا هنا كشمير درجتين في التطريز، ده اللي احنا بنقول عليه لون التطريز بيتغير على حسب لون القطعة. يعني لو جبتي من نفس الموديل كذا لون هتحس ان انت مغيرة في موديلات كتير جدا. طيب مقاساتنا 1 و2، 1 هيلبس لغاية 90 و2 هيلبس معانا لغاية 120، والمقاسات احنا بنقول لغاية 120 هتلبس فعلا لغاية 120. طيب معانا منها كمان الكحلي. طبعا الموديل ده معانا بحزام والسعر ضيقي زي ما انت عايزه براحتك خالص، يعني هيلبس معانا من اول كام في العادي من غير حزام بيلبس من اول 70، لكن طالما بحزام او باستك من الجنب بيلبس معاكي من اول 60 65. طيب معانا كمان منها المسترده، خليكم فاكرين الموديل ده اسمه منا، الارقام موجوده قدامك على الشاشه، بتتواصلي معاهم من خلال الارقام دي، بتبعتي اسم الموديل المقاس اللون، اول ما بيجي الرساله بتاعتك على حسب ترتيب الاوردرات بيرد عليكي على طول. طيب معانا كمان الزهري، بصوا الزهري قمر ازاي، رائع الزهري في العبايه بصراحه خطير ما شاء الله. شحن معانا النهارده من اول 4 قطع، احنا اتاخرنا عليكم شويه في الفيديو حبايبنا اللي متابعينا، بس احنا كنا بنحاول نظبط سعر مع الاسعار والتخبيط الاسعار اللي حصل الفتره اللي فاتت دي، حاولنا نوصل للسعر ده على قد ما نقدر. سعرنا النهارده في القطعه 350 جنيه والشحن من اول 4 قطع. طيب معانا موديل ايه؟ موديل ملك. طيب شايفين بقى الموديل ده ما شاء الله حلو قوي، ده شغله جاي برده بوش القطعه لون واحد تطريز للناس اللي ما بيحبوش الوان تطريز كتير. الكم بتاعنا كم استك تطريز خفيف من على الكم هنا ما شاء الله، وبرده هي معانا بحزام عشان تظبطي مقاسك، مش محتاجه تودي لحد يظبط لك مقاس، الموديل معاكي بحزامك بحاجتك خطيره، عايزه تجيبي هدايا لحد الموديلات البحزام دي بتبقى مناسبه جدا. طيب معانا منها كمان اللون الاسود، طبعا الاسود ما كانش موجود معانا في الموديل اللي فات، فدي من ضمن الالوان اللي بقول بتتحرك ما بيننا وما بين كل موديل التاني. معانا كمان الاقوى، بصوا الاقوى التطريز في الكحلي بيتكلم عن نفسه ما شاء الله خطير. طبعا الشحن معانا من اول 4 قطع، والقطع معانا ب 350، وخاماتنا كلها قطن بيور، حاجه محترمه جدا وخامه بارده على الجسم. المنت يعني ما شاء الله ما شاء الله خطير، التطريز الابيض منور القطع، عارفين حاجه راقيه كده. طيب معانا منها كمان الزهري، والزهري برده في الابيض ما شاء الله خطير. الناس اللي معانا لايكات كده كتير شايفين، حلو قوي لايكات وتعليقات كده، جميل جدا الزهري فيه ما شاء الله. طيب معانا كمان المسترده، تمام طبعا كل قطعه بيجي لك مكتوب عليها الملواني، واحنا قلنا عندنا شحن للقاهره الكبرى والمحافظات، والارقام موجوده معاكي سواء في التعليقات او على الشاشه. طيب موجود معانا كمان هنا اخر لون فيها اللون الزيتي، ودي معانا النهارده ب 350. معانا ايه تاني؟ تماره. الموديل ده شيك قوي 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 بصراحه، وراقي في نفسه كده وقمر. وش القطعه كله هنا تطريز ما شاء الله، وهي حارده كده من عند الرقبه، تطريز جانبي من هنا، التطريز موجود معاكي تحت شايف عامل ازاي القطعه من تحت، حاجه لوحه فنيه هتديها هديه هي شياكه. موجود معانا كمان هنا الحزام بتاعها والكم بتاعها اسفل، وتطريز خفيف من على الكم زي ما احنا شايفين، قطعه محترمه. ده اول لون معانا اللون الكحلي. طبعا مقاساتنا 1 و2، 1 بيلبس لغايه 90 و2 هيلبس لغايه 120، والارقام موجوده قدامنا، وقلنا القطعه دي معانا النهارده ب 350. وخدوا بالكم الناس اللي اول مره يشوفونا، احنا عندنا بيج سايز، لازم تكملوا الفيديو معانا للاخر، لان احنا عندنا موديلات بتلبس لغايه 180 كيلو. معانا كده منها الزهري والموف كمان ما شاء الله خطير، الموف فيها برده لون تطريز واحد للناس اللي بيحبوا حاجه بسيطه، يعني حتى لو هي فيها تطريز بس هو لون تطريز واحد. هتلاقوا حاجات دلوقتي متنوعه معانا بالوان تطريز مختلفه، هتلاقوا ذوقكم هتلاقوه.
المنت فيها برضو قمر قوي مع تطريز الابيض. معانا كمان اللون الزيتي قمر قوي فيها، بسم الله ما شاء الله. تمام. والاكوا، بصوا الاكوا هنا خطير 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 بجد، حلو قوي. دي معانا النهارده ب 350 والشحن من اول 4 قطع، والارقام موجوده قدامنا سواء في التعليقات او على الشاشه. ده موديل ايه؟ طيب شايفين بقى الموديل ده قمر ازاي؟ خطير حلو قوي. تمام. معانا منها كمان اللون المنت، ودي لونين تطريز هنا، البيج مع الابيض مع المنت خطير. وطبعا الموديل معانا هنا بحزام، والكم بتاعها فانوس، وكل الكم تطريز سواء وش الكم او ظهر الكم كمان. ثواني بقى، يعني بالظبط كده، يعني وانت لابسه القطعه الظهر بتاع الكم ده كله معاكي كده في شغل خطيره. وبعدين ليها خياطه من تحت الصدر بتديكي نمره اوسع وانت لابساها، بتبقى حاجه حلوه قوي وشيك قوي في اللبس. بيبقى عندك بقى ما شاء الله خيارات كتير، يعني دي ليها خياطه من تحت الصدر، موديل تاني بيبقى ليه حزام وبتبقى نازله على ظهر الكلوش. احنا موديلاتنا مميزه جدا، ولما تتابعي الفيديو هتعرفي احنا بنتكلم عن ايه. طيب شيروا على قد ما تقدروا دلوقتي، عندنا موديلات لسه قمر مكمله معانا في الفيديو. اللون الاكوا فيها خطير، انا بحب الاكوا جدا. المنت، الموف، الاسود في العبايات هنا دارك قوي بجد خطيره، والمقاسات هنا محترمه جدا. اللون قمر والموديل قمرين ما شاء الله، قلنا مقاس واحد بيلبس لغايه 90 حقيقي، ومقاس اثنين بيلبس لغايه 120، وعندنا موديلات بتلبس لغايه 180 اللي هيكمل معانا الفيديو. طيب معانا كمان النبيتي فيها قمر، بسم الله ما شاء الله. القطعه دي معانا ب 350، وقلنا عندنا شحن للكره الكبرى والمحافظات، والارقام موجوده قدامنا على الشاشه. طيب الكشمير فيها، الله على الجمال، بصوا الكشمير قمر ازاي، تحفه تحفه. ده مقاس واحد يا جماعه للناس اللي هتسال، بصوا مقاس واحد ما شاء الله حلو ازاي. معاكي حزامك بقى، لمي واظبطي مقاسك زي ما انت عايزه. طيب كده اخر لون فيها اللون الاسود، شايفين تحفه. بصوا يا جماعه ده واخد شكل الفرزاتشي كده، بصوا النص ياقه هنا واخد التطريز بتاع الفرزاتشي، والتطريز جاي من وش القطعه، مكمل معاكي لغايه تحت. ومعانا هنا كمان الكم بتاعنا استك، وعلى سيف الكم هنا في تطريز من نفس التطريز اللي موجود اهو في وش القطعه، شايفين قطعه محترمه. وبرده معاكي حزامك والسعر ضيقي زي ما انت عايزه. طيب القطعه دي معانا منها اللون المستردة، طبعا عندنا اكتر من لون في الموديل، ومعانا شحن للكره الكبرى والمحافظات، والارقام زي ما انت شايفاها قدامك على الشاشه او في التعليقات، وشيروا على قد ما تقدروا. طيب معايا بقى مقاس واحد فيها بيلبس لغايه 90، ومقاس اثنين بيلبس لغايه 120. معانا منها كمان النبيتي، شايفين معانا اللون الموف فيها برضو قمر قوي، مع درجه البيج تحسيها على ذهبي كده خطيره قوي. طيب شايفين كمان الاكوا قمر خطيره حلوه جدا، هو الاكوا مسلطه في كل الموديلات، طالع كده منور جميل جدا ما شاء الله، مع لون التطريز الكحلي فيه قمر. طيب معانا منها كمان الاسود، طب بصوا الاسود تحسوها عبايه خروج بجد قمر، خطيره جدا. الحاجات دي هدايا يا جماعه حلوه، طبعا احنا داخلين على مواسم رمضان والعيد والكلام ده كله، الحقي هاتي من دلوقتي، الاسعار زي ما احنا شايفين راحه في حته ثانيه، ونبهت كتير، فاللي عايز يجيب حاجه يلحق ويجيب. مقاساتنا موجوده وموديلاتنا اكتر كمان. الزهري فيها قمر قوي بسم الله ما شاء الله. المنت، بصوا المنت هنا في الابيض راقي ومريح، ولون كده للناس اللي هم ايه مش بيحبوا الوان مزعجه كتير، فاللون ده سيمبل قوي حلو جدا ما شاء الله. طيب معانا كمان اللون الزيتي، بصراحة رسمة الفرزاتشي التطريز بتاعها على القطعة خطير بسم الله ما شاء الله. القطعة دي ب 350 والشحن من أول 4 قطع، أرقامنا موجودة قدامك على الشاشة أو من خلال التعليقات وأنت بتشوفينا دلوقتي. معانا موديل إيه ده؟ آسيا. تمام. موديل آسيا من الموديلات اللي أنا بحبها، اللي هي بيبقى ليها خياطة هنا بتديكي نمرة أوسع، يعني إحنا بنقول بتلبس لغاية 120، ممكن تلبس يعني نطمع في 5 كيلو كمان، واخدين بالكم أنتوا؟ معانا الحزام والسعر ضيقي زي ما أنت عايزة، كمان هنا نص ياقة شايفين حلو قوي، والكم بتاعها كم فانوس من اعلى الكم فوق، من عند الكتف في تطريز، ومن طرف الكتف هنا في كده تطريز دايره دايره على الكم. كمان الظهر بتاعها قطعه مميزه ما اتكررتش في اللي فات خالص، الظهر بتاعها هنا عليه تطريز، انت متخيله ده مقاس 2 صح؟ هو مقاس 2. بصوا مقاس 2 عامل ازاي ما شاء الله، حلو قوي، يلبس حلو يلبس مرتاح، وقطعه مميزه تطريز وش وظهر، يعني حاجه كده دلع من الاخر، جميله جدا. معانا منها الكشمير، احنا قلنا اسمها اسيا. اسيا تمام. ومعانا منها كمان الزيتي، طبعا لون تطريز واحد، ودرجه التطريز درجه بيج كده حلوه قوي ما شاء الله. معانا كمان منها الاكوا، اكوا خطير، الاكوا انا بعشقه النهارده خطير بجد، منور وحلو قوي، وكل الوان التطريز لايقه عليه. مقاس واحد يا جماعه بيلبس لغايه 90، ومقاس اثنين هيلبس لغايه 120. وعموما الموديل اللي خياطه تحت الصدر ممكن يزيد حاجه بسيطه في التلبيس كمان. معانا منها الكحلي، القطعه دي معانا النهارده ب 350 والشحن للكره الكبرى والمحافظات، والارقام موجوده قدامك على الشاشه او في التعليقات. طيب معايا كمان هنا المستارده منها، ان شاء الله الوانها كلها تحفه، بس المستارده مع درجه التطريز مهديه اللون وخطيره بجد حلوه قوي.
كل سنه وانتم طيبين، رمضان داخل علينا، الوقت عمال يقرب، الحقي خدي كل اللي انت عايزاه، تجاري الجمله، اي كميات انتم عايزينها احنا في ظهركم، عندنا كميات من كل موديل بتشوفوه ما شاء الله. عايز اقول لكم بجد حلو قوي، موديلات قمر، واستحاله تلاقي التشكيل ده كله في مكان واحد، سواء في المقاسات العاديه اللي هي بالنسبه لنا لغايه 120 مقاسات عاديه، او في المقاسات البيك سايز اللي بتلبس كمان معانا لغايه 180. اخر لون فيها اللون الموف، شايفين الشياكه حاجه قمر ازاي، بجد تحفه. طيب هنيجي بقى ايه كمان، عايزه اقول لكم النهارده الموديلات كتير وموديلات قمر، الفيديو دسم جدا، طولوا بالكم معانا لان احنا عندنا مقاسات بيك سايز، الناس اللي اول مره يشوفونا كملوا لان احنا عندنا شغل حلو قوي هيعجبك. الموديل ده شيك قوي بسم الله ما شاء الله، شايفين ليه تطريز مختلف، ما عداش في اللي جاي ومش في اللي فات ومش هيجي في اللي جاي، يعني تطريز هنا جاي من على جنب يا دوب وردتين كده بفرع بسيط، وجيب من الناحيه اللي فيها التطريز خفيف، الموضوع مدروس مش محطوط عشوائي. هنا كمان الكم بتاعنا كم استك، ومن نص الكم في تطريز، شايفه القطعه كمان معاكي حزام، وسعي وضيقي زي ما انت عايزه، قطعه مميزه تحطيها في دولابك راقيه جدا، هتهادي بيها حد حلو قوي، هتحطيها عندك على الصفحه في الاونلاين هتعرفي تعملي بيها زبون حلو قوي، سواء من الخامه او من الموديلات القمر اللي احنا بنقدمها، بجد حلو قوي. طيب بصوا الكشمير فيها، انا مش هتكلم بقى، انا هسيب لكم انتوا الحكم، بجد قمر حلو قوي، وزي ما احنا شايفين ده مقاس 2 يا جماعه، بيلبس معانا لغايه 120، ومعاكي الحزام اظبطي مقاسك زي ما انت عايزه. طيب معانا منها كمان الموف، شايفين الموف قمر، موديل شياكه بصراحه وراقي قوي ويناسب اعمار كتير قوي، سواء حد كبير او حد صغير، الموديل نفسه راقي. طيب معانا منها كمان الكحلي، شايفين الكحلي شياكه ازاي، خطير ما شاء الله، ده مقاس واحد على فكره، يبقى احنا شفنا منها مقاس 2 وشفنا منها مقاس 1. معانا منها كمان الاكوا، شايفين الاكوا قمر ازاي، خطير الاكوا بصراحه، مش عارفه الاكوا النهارده مسيطر. طيب بصوا الزهري، والله الزهري عالمي عالمي، درجه الابيض مع درجه البيج خطير، القطعه دي ب 350 والشحن للقاهره الكبرى والمحافظات، والارقام موجوده قدامنا على الشاشه او في التعليقات. معانا ايه كمان؟ ما شاء الله يا جماعه، احنا موديلات ورا وموديلات قدامنا وموديلات هنا وموديلات ورانا، مش هتلاقوا التشكيل ده عند اي حد غير عند الملواني. طيب معانا موديل رفايده، ده شغل بقى وردات جاي عكس بعضها كلها عشوائي كده، وخياطه من تحت الصدر، والصدر بتاعها مفتوح على قلب شويه او سبعه. معانا الحزام معاكي، وسعي وضيقي زي ما انت عايزه، الكم كله شغل من الكتف فوق وبقيه الكم هنا، طبعا الخياطه هنا اللي هو الكم فانوس وكم استك، حاجه محترمه جدا. دي معانا منها اللون الاقوى، ومعانا كمان قلنا عندنا تقريبا 8 الوان في كل موديل او 6 الوان، في الوان موجوده ما بتتكررش في موديلات ثانيه. معانا منها الزيتي، مقاس واحد هيلبس لغايه 90، ومقاس 2 هيلبس لغايه 120، وزي ما احنا متفقين خاماتنا كلها قطن بيور، ما بتوبرش معاكي، حاجه محترمه جدا وخطيره وبارده جدا على الجسم ما شاء الله. هنا المسترد تطريزه في الزيتي، فانت بتاخديه ده تطريزه في الزيتي، هتلاقي مسترد تطريزه في الكحلي، مسترد تطريزه في البيج، فانت هتلاقي اختيارات كتير جدا تقدري تختاري ما بينهم. هنا الزهري تطريز مع الابيض والبيج، تمام، اكبر تلبيس فيها بيلبس معانا لغايه 120. معانا كمان الاسود، شايفين خطير بسم الله ما شاء الله، واخر لون فيها اللون الكحلي، زي ما احنا شايفين الموديل الوانه كلها احلى من بعض، وزي ما احنا شايفين ان الكحلي دارك قوي والاسود دارك قوي، يعني انا ما بعرفهمش غير انا بحطهم جنب بعض، لو الكحلي ظهر لوحده ممكن اقول عليه اسود لانه فعلا دارك جدا، فحاجه شيك وخامه محترمه جدا، وخامه اللون نفسه هي اللي بتديكي ان انت تقولي اللون ده فعلا راقي قوي. اسمين موديل جديد ولا كان موجود؟ والله ما شاء الله، عايز اقول لكم حلو قوي قوي، نص يا هنا تطريز كده، والشغل جاي من اول هنا كده كده، عارفين بصراحه قطعه حلوه قوي، ونكمل معاكي لغايه تحت. كمان السيف بتاع الكم واخد من نفس الشغل بتاع الصدر هنا، شايفين عامل ازاي، تحفه يا جماعه بجد تحفه، ونص ياقه وحزام معاكي برده، اول مقاس هيلبس لغايه 90، ومقاس 2 هيلبس لغايه 120، احنا كل ده معاكم في المقاسات العاديه، لسه ما وصلناش للبيك سايز، هنبهركم في البيك سايز بموديلاته، حاجه دلع، موديلات مختلفه عن اللي احنا بنعرضها دلوقتي. طيب معانا كمان المستارده فيها برده شيك قوي، شايفين المستارده هنا واخد لونين، البيج مع الكحلي، اكبر تلبيس معانا بيلبس لغايه 120، ده بالنسبه للمقاسات العاديه اللي عند اي حد تاني بيتقال عليه بيك سايز. طيب معايا كمان هنا الزيتي، الزيتي خطير برده، ده الزيتي الفاتح حلو قوي، كشمير برده فيها جميل ما شاء الله، شايفين الكشمير قطعه حلوه قوي بصراحه، قوي قوي راقيه كده وشيك، ويعني اختيار الالوان مع بعضها حلو قوي. طيب معايا منها كمان اللون النبيتي، القطعه دي النهارده معانا ب 350، والشحن من اول اربع قطع، ارقامنا موجوده على الشاشه او من خلال التعليقات، وزي ما احنا شايفين كده ما شاء الله الموديلات كتير جدا بسم الله ما شاء الله. معانا كمان منها المنت،
شايفين المنت يا جماعه؟ والله الموديل ده كل الوانه تحفه، مش لاقي لون احلى من الثاني، كل الوانه تحفه. الاسود حلو، النبيتي حلو، الايه الكشمير بتاعها برده كان خطير بجد، خطيره. طيب بصوا الاسود، اسود تحفه، موديل شيك بيتكلم عن نفسه، كل الموديلات قمر، بتحس ان انت لما تلبسي القطعه انت رحتي في حته ثانيه. في بقى الموديل اللي عليا ده، عايز اقول لكم ده خطير، جيوبه جانبيه كده عارفين، حاجه قمر، والتطريز جاي من هنا مختلف، وليه شغل من هنا، شغل سيرما ده تقريبا. ايوه هو شغل يعني واخد على جولد كده حلو قوي، والكم بتاعه فانوس، وواخد برده شغل من هنا وشغل نازل على مفتوح من غير تطريز خالص، حاطين تطريز هنا مع الجبين، فعاملين كده ايه يعني معادله حلوه، مهدين الدنيا هنا. قطعه حلوه مميزه، والخامه طريه جدا زي ما احنا شايفين، وبارده جدا على الجسم. طيب انا معايا منها اللون النبيتي، واسمه ايه؟ هو هيال. تمام، معايا منها اللون المنت، شايفين المنت هنا في الابيض مع التطريز الجولد، برده شيك قوي، ومع الجيب الجانبي واخد من قلب التطريز هنا، خطيره بجد، حلوه جدا، بسم الله ما شاء الله. وطبعا الموديل معاكي بحزام وسعي وضيقي زي ما انت عايزه. كمان هو موديل نص ياقه، ونص ياقه بتاعه مش مطرز، هنشوفها دلوقتي في الزيتي. بصوا الزيتي لون ملوكي كده، شايفين؟ بصوا نص ياقه، ونص ياقه بتاعها مش مطرز، اللون خطير، القطعه حلوه، الخامه نفسها متعوب عليها، خامه محترمه، قطن محترمه جدا. اللي هيجي وهيمسك الخامه هيعرف انا بتكلم عن ايه، او اللي هيطلب والشغل يوصله. هستنى ارائكم في التعليقات. معايا الكشمير هنا، الكشمير هنا درجته فاتحه عرايسي قوي، حلو قوي. اول كشمير لما اتحط عليه الجولد فتح معانا، يعني في حاجه مختلفه في اللون ده. الاسود كمان هنا خطير، حلو قوي، بس ما شاء الله تحسوها عبايه خروج، مش عبايه استقبال وبس، لا تقدري تخرجي بيها كمان. شايره يا جماعه على قد ما تقدروا عشان حبايبنا يستفادوا. معانا منها كمان اللون المسترد هنا ما شاء الله. طيب بصوا الزهري كمان، الزهري خطير مع الابيض والجولد، خطير خطير بجد، حلو قوي الزهري فيها، بسم الله ما شاء الله. طيب معانا اخر لون فيها، اللون الكحلي، ودي معانا النهارده ب 350، والارقام موجوده قدامنا على الشاشه. وعايزه اقول لكم بجد الخامات محترمه جدا، انا عايزه ارايكم يا جماعه، وتيجوا كده تقولوا رايكم، خامه محترمه. الشغل ده بالخامه دي مش هتلاقوه عند اي حد بالسعر ده. ده كده معانا موديل ياسمين، الموديل هنا نص ياقه، وشغل من اول الصدر فوق، وخياطه من تحت الصدر، ومعاكي الحزام برده وسعي وضيقي زي ما انت عايزه. حزامك معاكي بقى، العبي براحتك، من اول الكتف فوق في تطريز وش وظهر، وباقي الكم ساده، الكم بتاعنا فانوس طبعا، قلنا نص ياقه بتاعنا مطرز، والهالي بقى من الظهر كده. هنا التطريز مختلف، التطريز جاي الجزء ده كده بدوران الصدر كله من قدام او من ورا، وجاي كمان الشغل اللي في النص ده، وظهر الكتف زي ما احنا شايفين في شغل، والكم زي ما احنا شايفين. لا دي قطعه بجد خطيره خطيره خطيره، في تلبيسها راقيه جدا، وشيك قوي قوي، وحلوه قوي ما شاء الله في التلبيس، وتلبس مقاسات حلوه. اكبر تلبيس 120، وقلنا ممكن نطمع في خمسه كمان عشان الخياطه اللي تحت الصدر دي، فبتلبس براحتك ما شاء الله. معانا منها كمان اللون النبيتي، يبقى احنا شفنا الزهري والنبيتي، وطبعا مقاساتنا 1 و2، واحد بيلبس لغايه 90، واثنين هيلبس معانا لغايه 120. طيب معانا كمان المسترد، المسترد هنا تطريزه في البيج، شايفين الشياكه والقمر، بجد حاجه محترمه جدا. اللي بيشوفنا يشير على قد ما نقدر، على قد ما يقدر، عشان عندنا عرايس يستفادوا بالعروض دي، بجد الشغل حلو قوي ما شاء الله، والاختيارات اكتر. معانا منها كمان اللون الزيتي، معانا برضو الكشمير، الكشمير ده مقاس 1 على فكره ما شاء الله، تلبيسه حلو. معانا اخر لون فيها اللون الكحلي، شايفين الشياكه والرقي، بجد حاجه محترمه جدا. القطعه دي ب 350، والشحن من اول 4 قطع، والارقام موجوده قدامك على الشاشه او من خلال التعليقات. عايزه اقول لكم بجد النهارده عندنا شغل هيبهرك. معانا ايه كمان؟ شروق، الموديل ده شيك قوي قوي قوي، دي ورده واخده لونين بالتبادل كده، حلو قوي من هنا طبعا، هنا ما شاء الله كده متوزع، وخياطه من هنا من تحت الصدر، والكم بتاعنا كم فانوس ملموم باستك، والتطريز جاي من اعلى الكم لظهر الكتف كمان. قطعه حلوه قوي، نازله طبعا على دبل كلوش، خطوتك مرتاحه، تقدري تتحركي براحتك ان شاء الله. معانا منها الكشمير، زي ما شفنا عندنا موديلات كتير ما شاء الله، والوان اكتر، بسم الله ما شاء الله، ومقاساتنا واحده في كل الموديلات، مقاس 1 بيلبس معانا لغايه 90، ومقاس 2 هيلبس لغايه 120، بجد الاختيارات حلوه قوي، بسم الله ما شاء الله. اسكريني الحاجة اللي تعجبك، او قولي اسم الموديل زي ما احنا بنقول كده، كل موديل بالاسم بتاعه، مع المقاس اللي انت عايزاه، مع اللون اللي انت عايزاه، وبالترتيب للاولوية، اللي بيبعت الاول هيردوا عليك على طول. قلنا عندنا كميات تغطي الاونلاين وتجار الجملة وعرايسنا الحلوين، عندنا كميات قمر واختيارات اكتر. معانا الكحلي كمان، نعم، دي الناس اللي معانا على الجست اللي لسه داخله دي،
طيب معانا كمان الموف، حلو فيه، حلو فيها قوي. درجه البيج مع المستردة مع الموف شيك قوي. اخر لون فيها اللون الزيتي، ودي معانا النهارده ب 350. حبايبنا اللي عايزين يكملوا معانا عندنا النهارده شغل بيج سايز هيعجبكم. البيج سايز مش اللي هو ال 120، لا، البيج سايز عندنا 180. ال 120 ده عند الناس التانيين بيبقى بيج سايز، لا، احنا عندنا معانا بقى المقاسات لغايه 120 180، واختيارات كتير جدا وموديلات غير اللي احنا بنعرضها. تمام، هنشوف ايه تاني. ايسل، موديل ايسل، الموديل ده شيك قوي واتسالت عليه كتير جدا، لان هو جاي بتطريز من الجزء ده غير الجزء ده، تحسوه حاجه جايه مقفوله على بعضها. تمام، هنا خياطه من تحت الصدر، ومعانا حزام، ومعانا كمان الكم بتاعنا كم فانوس ملموم باستك، وشغل جاي كده واخد نفس الشغل اللي في الصدر هنا من على الكم كمان، وظهر القطع كم الصدر بتاعنا هنا كله شغل، ونص ياقه مطرز. ظهر القطعه كمان هنا مميز قوي، عليها شغل كده، حاجه محترمه جدا. طيب معانا منها اللون الكشمير، ومقاساتنا واضحه في كل المقاسات اللي احنا بنشوفها دلوقتي. مقاس واحد بيلبس لغايه 90، ومقاس اتنين بيلبس معانا لغايه 120. معانا المنت فيها كمان، بجد حاجه قمر قوي، واختياراتنا زي ما احنا شايفين ما بتخلصش، بجد اختيارات كتير جدا، الوان كتير جدا، وتطريز مختلف من قطعه للتانيه. شايفين ان بيتي فيها شياكه ازاي، بجد تحفه. اللي عايز حاجه يا جماعه، قلنا رمضان جاي، المواسم داخله علينا، الحقي خدي كل اللي نفسك فيه. بالظبط كده، الاسعار راحه في حته تانيه خالص، فالحقي هاتي كل اللي يعجبك. معانا منها كمان اللون المستردة، والاسود بتاعنا هنا درجه البيج فيه مختلفه عن اي بيج تانيه، خطيره بجد، حلوه قوي. واخر لون فيها اللون الاكوا، شايفين الاكوا شياكه ازاي، ما شاء الله قمر، بيتكلم عن نفسه. 350 جنيه، بجد قطعة مميزة جدا. الشغل النهاردة كله مميز، حلو قوي قوي، وانا واثقة ان هو هيعجبكم، والناس اللي هتطلب هستنى ارائكم في التعليقات، لان انا عارفة احنا بنتكلم على ايه وخامات ايه. نيجي بقى الموديل اللي عليا، مش كده؟ اه. بصوا اسمه ايه؟ زهراء. زهراء، الموديل ده حلو قوي، تطريزه جاي من الجنب فوق كده، وجاية نازل على دبل كلوش، ومعايا حزام بوسع وبضيق منه زي ما انا عايزة بالظبط. شايفين القطعة عاملة ازاي؟ والكم بتاعنا كم فانوس، وجاي بخياطة من هنا وملموم باستك، والشغل جاي من على الكتف كمان للظهر بتاع الكتف. قطعة حلوة، تلبسها حلوة، خامتها محترمة جدا، وألوانها أحلى. هنبدأ بقى اللون إيه معانا؟ اللون الأقوى، شايفين بقى ألوان التطريز من الجنب ده للجنب ده، وتلبسي وتلمي بحزامك، والصدر بتاعها هنا 7 و7 مش كبيرة، للناس اللي بيحطوا بيلبسوا العباية من غير طرحة أو اللي في وسطها. الكم بتاعنا من فوق أهو، شغل حلو قوي بسم الله ما شاء الله. تمام، فين الأسود برضو فيها ما شاء الله قصير. تمام، والمنت الوانها خطيره، والمنت عاجبني بصراحه، حلوه قوي. احترت البس انهي لون فيها قبل ما البسها، لان اكتر من لون عجبني، المنت عجبني، الزيتي عجبني، الكشمير كان تحفه برده قوي بسم الله ما شاء الله، والنبيتي كان خطير برده، بجد حلوين جدا. هنا جميل، هنا جميل، انت نزلت ليه من على الديسك؟ شايفين؟ حلو قوي ما شاء الله. المستردة برضو واخد من هنا الزيتي مع البيج مع المستردة، خطيره، تحس ان كله واخد من بعضه كده، ماتشنج الالوان مع بعضه قمر. اخر لون فيها اللون الكحلي، ودي معانا النهارده ب 350 كده. هنبدا البيج سايز، ده كان اخر موديلات معانا من الموديلات العاديه، هنبدا بقى شغل البيج سايز بموديلاته القمر اللي انا عماله اقول لكم عليها من بدري، اللي بيلبس من اول 180. طيب الموديل ده معانا ب 350، الشحن من اول 4 قطع، تقدري تشحني ال4 قطع بتوعك مقاسات عاديه او بيج سايز، ونكمل الشغل بتاعنا القمر الحلو قوي لحبايبنا الحلوين. معايا اول موديل معانا اسمه ايه؟ كندا. الموديل ده واخد تدريج تطريز كده، اول واحد اللي في النص ده طويل، وبعد كده بيختلف الاثنين اللي حواليه، ونص ياقه، والنص ياقه بتاعه مطرز. الكم بتاعنا هنا كم اسحب، وسيف الكم هنا شغل زي ما احنا شايفين. طيب معايا الموديل ده كده، اول لون فيه الاقوى، والموف كمان، شايفين الموف فيه قمر ازاي؟ ده بيلبس مقاسين، اول مقاس بيبقى لغايه 150، وتاني مقاس بيلبس لغايه 180، وتلبيس محترم 180 حقيقي. عباية العمرة فعلا، شايفين الجمال؟ تحفة، حلوة قوي قوي، خطيرة، شياكة، حلوة انك تهدي بيها قمر، وحلوة برضو أول يوم رمضان وأنت عازمة ولادك حواليكي كده تلبسيها قمرين، بجد حلوة جدا. معانا منها كمان اللون الزيتي، شايفين الزيتي فيها قمر قوي، لون تطريز واحد طبعا، احنا عارفين في ناس كتير ما بيحبوش الالوان كتير في القطع، فدي قمر قوي. والاسود برضو ما شاء الله شيك جدا، شايفين؟ واخر لون اللون المنت، بسم الله ما شاء الله. تمام، شايفين؟ بجد حلو قوي.
طبعا عندنا شحن للكهرباء الكبرى والمحافظات، والارقام موجوده من خلال التعليقات او قدامنا على الشاشه دلوقتي. القطعه دي معانا النهارده ب 380، البيك سايز معانا 380. عايزه اقول لكم الاسعار بره في حاجه ثانيه خالص، واسالوا قبل ما تيجوا تعرفوا احنا بنتكلم عن ايه. معانا ايه كمان؟ زينه. شايفين بقى الموديل ده حلو قوي، شغله جاي كده من هنا ويدوب كده فروع صغننه على الصدر. ومعانا كمان الكم بتاعنا هنا نازل على راحته، تطريز وش وظهر القطعه. شايفين الشغل يا جماعه، حاجه محترمه جدا من اللي انتم بتحبوها يعني. طيب معانا اللون المستردة، معايا كمان الاقوى، شايفين معانا كمان فيها اللون الزيتي. طبعا ده مقاس 2 اللي هو اكبر تلبيس 180، او مقاس 9 تقريبا، او تلبيس 170 180 بنقول على 180. خلي الناس تلبس. بص الزهري بتاعها قمر زي الزهري هنا مع الابيض، واخد تاتش بيج كده من جوه، حلو جدا بسم الله ما شاء الله. تمام، قلنا اول مقاس بيلبس لغايه 150 وتاني مقاس بيلبس لغايه 180. معانا منها كمان الاسود بتاعها قمر قوي قوي قوي، شايفين القطعه عامله ازاي؟ يا ريتكم معايا والله وتشوف الشغل، الشغل عظمه يا جماعه وشيك قوي. ده اول، ده تاني موديل تقريبا معانا في البيك سايز اللي هو بيلبس معانا لغايه 180. معانا كمان منها لون النبيتي اخر لون فيها. تمام، الشحن من اول اربع قطع، شكليهم مقاسات بيك سايز او مقاسات عاديه براحتك خالص، خدي اللي يريحك، مش بنقول لك خدي من ده بس او من ده بس، براحتك. مقاساتنا زي ما احنا شايفين في المقاسات العاديه بتلبس لغايه 120 وسعرها 350، والبيك سايز معانا بيلبس لغايه 180 وسعرها 380. اسمه ايه؟ دينا. ده موديل دينا معانا، الصدر بتاعه تطريزه على شكل قلب شويه، نص ياقه هنا زي ما احنا شايفين، وتطريز جاي كده من النص معاكي مكمل لغايه تحت. السيف بتاع الكم كله تطريز خفيف قوي، ودايرين داير من على الحرف هنا وبرده تطريز. الكم بتاعنا استك، معانا منها اللون المستردة، معانا كمان منها اللون النبيتي. طبعا لون التطريز بيتغير على حسب لون قطعه للتانيه زي ما احنا شايفين. تمام، بيلبس معانا لغايه 180 يا جماعه، الموديل ده حلو قوي. ده كده النبيتي فيها. معانا كمان منها الاقوى، شيري وانت بتشوفيني دلوقتي، شيري على قد ما تقدري. طيب معانا منها، شايفين الاقوى مع التطريز مع الفن بتاع القطع عامل ازاي؟ حلو قوي ما شاء الله، حتى في البيك سايز عاملين دلع. انتوا واخدين بالكم الالوان والموديلات، الموديلات دي ما شفناهاش في المقاسات العاديه، ده اللي انا كنت بقول لكم عليه. طيب معايا منها كمان الاسود، شايفين الاسود ما شاء الله بيتكلم عن نفسه، الاسود ملك الالوان. لو ان هنا بصراحه مفيش لون بيغطي على لون، الاقوى خطير، النبيتي قمر، الكشمير تحفه. بصوا الكشمير في الموديل ده، الاسود، الكحلي، الزيتي، المنت، كل الوانه جميله بجد ما شاء الله. شايفين الكشمير فيها عظمه. احنا بنيجي هنا عند الملواني ما بنعرضش عبايات، احنا بنعرض حلويات مش هتلاقوها في اي حته ثانيه، بالاسعار دي وبالخامات دي وبالموديلات دي. شايفين اختيارات كتير جدا، سواء من المقاسات العاديه او البيك سايز، اللي عاجبه حاجه. المواسم داخله علينا، الحقي هاتي كل اللي نفسك فيه. معانا ايه كمان؟ رهام، معايا هنا موديل رهام. شايفين يا جماعه التطريز هنا من اعلى الكتف فوق، نص ياقه، تطريز حلو قوي، واخد من هنا شكل تطريز نازل على فروع ورد، يعني تحس ان في تنوع في التطريز، مفيش حاجه متكرره معانا خالص. كمان معانا هنا الكم بتاعها ملموم باستك وتطريز، واخد نفس التطريز اللي موجود في الصدر كمان، وظهر الكم هنا برده تطريز، يعني وش وظهر الكم في شغل ما شاء الله. طيب معانا منها اللون الكحلي، ومقاس واحد بيلبس لغايه 150، والمقاس التاني اللي هو التلبيس الكبير بتاعها بيلبس لغايه 180، وده الكشمير بتاعها. شايفين الشغل عامل ازاي؟ بجد حاجه عظمه ما شاء الله. معايا منها كمان الموف، وده الموف الغامق. تمام، قلنا الشحن من اول اربع قطع، خديهم زي ما انت عايزه، مقاسات بيك سايز او مقاسات عاديه، والارقام قدامك على الشاشه او في التعليقات. معايا الزهري منها كمان، الزهري حلو قوي ما شاء الله. تجار الجملة عندنا كميات تغطي أي كمية أنتم محتاجينها، الناس بتوع الأونلاين هاتي واطمني واشتغلي بقلب جامد، خاماتنا محترمة جدا، تقدري تعملي بيها زبون محترم للصفحة بتاعتك. المنت، لا المنت خطير، بصوا المنت عامل ازاي؟ تعالوا معايا كده على تفاصيل القطعة عاملة ازاي؟ تدريج الألوان الأبيض مع البيج مع لون القطعة نفسه، تحسوا إن الموضوع معمول يعني بحب بجد، مدروس مش قطعة عشوائية. وش الكم هنا شايفين؟ الظهر بتاعه كمان. والخامة، خامة محترمة جدا، باردة وطرية، وتلبسها بجد حاجة محترمة قوي بجد، قطعة حلوة تلبسها شيك جدا. شكرا، تلبسها شيك قوي، وموديلاتها زي ما احنا شايفين بألوانها خطيرة. اخر لون فيها اللون المستردة، شايفين المستردة هنا تطريزه في كحلي، بسم الله ما شاء الله، حلوة قوي بسم الله ما شاء الله. طيب دي معايا النهاردة ب 380، المقاسات البيك سايز، وقلنا المقاسات العادية ب 350. معايا موديل ايه كمان؟ ميالة.
الموديل ده من الموديلات الراقيه قوي اللي محدش بيختلف عليه، ما فيهوش تطريز، حاجه بسيطه قوي قوي، يدوب من هنا نص ياقه تطريز وجاي كده الشغل من هنا بيقف هنا مش مكمل معاكي، وحاجه سامبل وجيبين كده حاجه محترمه، حتى الكم بتاعها ما فيهوش رغي كتير، هو يدوب كده حاجه بسيطه من على طرف الكم، والكم بتاعنا استك. موديل يرضي كل الاذواق بجد، حلو قوي ما شاء الله، والوانه جميله جدا. ده اسود ولا كحلي؟ كحلي. كحلي ما شاء الله، اسود جاي تمام. معايا كمان منها الزيتي، بصوا الزيتي قمر ازاي، بجد تحفه بسم الله ما شاء الله، قطعه حلوه قوي وراقيه قوي، وزي ما قلت ما بيختلفش عليها اتنين، وتناسب جميع الاذواق، موديلاتها راقيه وسيمبل وشيك قوي، وتلبس معانا لغايه 180. معايا منها كمان الزهري، شايفين الزهري قمر ازاي، تحفه. الشحن من اول 4 قطع، الارقام موجوده قدامك على الشاشه او من خلال التعليقات، زي ما احنا شايفين الوانها كتير جدا بسم الله ما شاء الله. طيب معايا منها كمان اللون الاسود، ده الاسود بقى شايفين ما شاء الله تمام. الكشمير الحلو ده، القمر ده موجود في الموديل ده كمان، شايفين بجد خطير خطير خطير، يتخطف حلو قوي بسم الله ما شاء الله. دي معانا ب 380، مقاسات حلو قوي، خامه محترمه جدا، كمان سعر بالنسبه للخامه القماش والشغل المعمول فيها محترم جدا. ودوروا قبل ما تيجوا هتلاقوا فعلا ان احنا سعرنا بالخامه دي على الموديلات دي مش موجود في حته. اخر لون فيها اللون المسترده، بجد شياكه جدا. دايما بفكركم احنا عند الملواني شارع السياحي كرداسه، مكاننا معروف جدا، كل التفاصيل بتبقى موجوده في التعليقات وتابعوا. طيب معايا ايه كمان؟ انوار. انا بقول لكم اسم الموديل علشان تطلبي بالاسم على طول لو مش هتعرفي تعملي سكرين. معايا هنا الشغل جاي من على الصدر، حاجه قمر قوي ومفتوح شويه من هنا، مفتوح ملموم يعني مع نص ياقه، النوع مختلف من الشغل فوق من على الصدر. الكم بتاعنا كمان كم استك، وشغل وش وظهر الكم من نفس اللي موجود على القطع. نفتحها لي بقى، ده ظهر القطعه، تحسوا عليها كده زي قفص عصافير، عارفين انا بشوفها كده خطيره، قفص عصافير من الورود، الحاجات القمر دي الدلع بتاعتنا. طيب معايا منها المنت، طبعا المنت هنا لون التطريز عليه كحلي، هنلاقي الوان التطريز بتتغير من لون للتاني. معايا الكحلي بتاعها، شايفين الكحلي شياكه، عايزه اشوف الظهر بتاعها، شايفين خطيره بجد حلو قوي. دي معانا النهارده ب 380، والشحن من اول 4 قطع، وبتلبس معانا لغايه 180 كيلو. زي ما احنا شايفين الموديلات القمر دي ما كانتش موجوده معانا كمان في المقاسات العاديه، كانت عندنا برده موديلات قمر قوي، شايفين الشياكه الاقوى بتاعها خطير ما شاء الله. بس الكشمير بقى يعني حاجه كده وهمي، قمر شايفين الكشمير فيها عظمه، حلو جدا ما شاء الله. اكبر تلبيس بيلبس لغايه 180، والارقام موجوده قدامك على الشاشه، ودي معانا النهارده سعرها 380. اللي بيتي فيها برده خطير يا جماعه، حلو قوي بس ما شاء الله. اخر لون فيها اللون الاسود، واخيرا وليس اخرا، احنا دايما عندنا موديلات من عند الملواني، كل اسبوع بنعمل فيديو من هنا محترم جدا بكل الموديلات الموجوده المتاحه بالاسعار اللي موجوده بالمقاسات، تسلم تسلم ايدك. فدايما كل اسبوع بنبهركم بالشغل الجديد وبنديكم عروض عظمه من عند الملواني. تابعونا على صفحه الملواني على الفيسبوك وعلى اليوتيوب شيماء الجوهري، وعلى تيك توك الملواني وشيماء الجوهري، هنبهركم بعروضنا وباسعارنا وحاجات كتير جدا. بجد الفيديو كان مميز، وانبسطت جدا انا كنت معاكم النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله، باي باي.